هشاشة العظام من أكثر الأمراض انتشاراً بين كبار السن وقليل ما بتنتشر بين الصغار. أثبتت الدراسات أنه نسبة كسر العظام بسبب هشاشة العظام لدى النساء بتبلغ نحو 80% تقريباً مقارنة مع نسبة الإصابة بالكسور عند الرجال، وأشارت أنه 13% من عدد الرجال يلي بتتجاوز أعمارهم 50 سنة رح يصابوا ببعض الكسور المرتبطة بمرض هشاشة العظام خلال حياتهم نتيجة للضعف يلي بيقع على العظام خلال فترة الشباب والمراهقة. وكمان نسبة 60% من الأشخاص يلي فقدوا 1.6 بوصة يعني 4 سنتيمترات على الأقل من الطول ممكن يعاني من الكسور الانضغاطية بعمودهم الفقري ويلي بتمثل هشاشة العظام واحد من الأسباب الرئيسية. ويمكن تكون الإصابة بهشاشة العظام خفية وتدوم عملية انتشار المرض من 10 ل 15 سنة ويكتشف عند حدوث كسر بالعظم، وعادة ما يكون هذا الكسر بالفخذ أو الكتف.